رحمه الله. فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارنين لو مضافين لما قرنها كنعمة عقب الكرمة، ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعمة قوما معشر، وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعده مبتدا وخبر اسم ليس يبدو ابدا، وان يقدم مشعر به كذاك العلم ونعم المقتنى والمقتدى، وذلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي كنعمه مسجله، ومثل نعمه حبذا الفاعل ذا، وان تلد المفق لا حبذا، واولد المخصوص ايا كان لا تعدل بلا فهو يضاهي المثل وما سوى يرفع بحب او فجر بالباء ودون الانضمام الحاجه. نعمه وبئس فعلان جامدان خلافا للكوفية، قال الكوفية هما اسمان بدليل قول العرب وقد بشر أحدهم بأنثى قال ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة، والآخر قال وقد سار إلى محبوبتي على حمار بطيء السير قال نعم السير على بئس العير، قالوا على حرف الجر لا يتقدم إلا على اسم، وأجاب البصريون بأن حرف الجر لم يتقدم على نعمة ولا على بئس، وإنما تقدم على موصوف حذف وحذف صفته وبقي معمول الصفة، والتقدير نعم السير على عير مقول في بئس العير، ما هي بولد مقول في نعم الولد. واستدل البصريون لفعليتهما بأن تاء التانية تلحقهما نعمة المرأة عائشة بئست المرأة حمالة حطب. أنا أقول فعلان غير متصرف لا يتصرفان نعمة وبئس رافعان اسمين كل منهما ترفع اسما فذلك اسمان. مقارنة مرفوع نعمة وبئس لا يكون إلا مقرونا بال نحو نعم العبد إنه أواب، بئس الرجل أبو جهل، أو مضاف إلى ما فيه ال نحو بئس مثوى المتكبرين، نعم أخو العشيرة عثمان بن عفان، أو يكون مضمرا مفسرا بنكرة تطابق المخصوص، تقول نعم رجلان زيد، نعم فيها ضمير مستتر وجوبا مميز برجل، ورجل تطابق زيد في الإفراد والتذكير، وتقول نعم امرأة أم سليم، نعم فيها ضمير وامرأة تمييز يفسر الفاعل المبهم، وامرأة تمييز يطابق أم سليم، واضح ثلاث حالات. قال هذا معنى قوله مقارني ال أو مضافي لما قرنها كنعمة عقب الكرماء، هذان حالتان هاتان حالتان، ويرفعان مضمرا يفسره مميز مطابق الموصول كلمة قوم معشره. قال رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم قد اشتهر. الأصل أن التمييز يأتي للإبهام، لكن إذا أتيت بالفاعل اسما ظاهرا فما الحاجة إلى التمييز، ومع ذلك سمع بالعربية. قال والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء ينطيق، الفحل اسم ظهر قال فحلا، نعم الفتاة فتاة هند لو بدلت، وسيبويه منع هذا، وهي نصوص واردة وصريحة في الجمع بينهما، وابن مالك لجلالة سيبويه لم يبدريه قال في خلاف وانتهى. بمعنى آخر أنه اختبأ عن الموضوع وتركه، لا سبيل يرد هذه النصوص، وسيبويه معروف الجلالة ومعروف القدر. قال رحمه الله وما مميز وقيل فاعل في نحو ربما أتتك نعمة وبئس بعدها ما وبعد ما جملة نحو بئس ما اشتروا بها أنفسهم إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. قال بعضهم ما هذه تمييز والفاعل ضمير مستتر، وما بعدها مخصوص بالمدح، نعم ما هي قالوا ما تمييز والفاعل مستتر وجوبا وهي مخصوص بالمدح، انتهى الموضوع. وقال بعضهم هي فاعل نعمة فاعل جامد، وما فاعل مبني في محل رفع وهي مخصوص بالمدح، نعم ما يقول الفاضل كما قال ابن مالك، نعم ما يقول الفاضل، نعم قالوا ما تمييز، والضمير الفاعل مستتر. ما يقول الفاضل وجملة يقول الفاضل صفة لمخصوص بالمدح حذفة، الشيء اللي يقول الفاضل. وقال بعضهم هي نكرة تامة، فالجملة صفة لمحذوف هو المخصوص بالمدح. وقال بعضهم نكرة ناقصة، نكرة ناقصة ويقول الفاضل صفة لما والمخصوص بالمدح محذوف. وقال بعضهم بل هي معرفة ناقصة، المعرفة الناقصة يقصد بها الأسماء الموصولة فقط، اللغة العربية إذا سمعتها معرفة ناقصة فهي الاسم الموصول لأنه يفتقر إلى صلة. قالوا والمخصوص بالمدح محذوف، أما قولهم وما مميز. وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل إذا جاء بعد نعمة وبسماء وبعدها جملة اسمية وفعلية اختلف في ما هذه. والخلاف موضوعه سهل، هي تساءل الاثنين، هي جاءت مبنية لو جاءت منصوبة تحتم أن تكون تمييز، لو جاءت مرفوعة تحتم أن تكون فاعلا، فهي مبنية صالحة الحجتين. أنا أقول نعم. قال انتهى من الفاعل، دخل في النوع الثاني وهو المخصوص. قال ويذكر المخصوص بعده مبتدا، يأتي بعد الفاعل بعد أن انتهينا منه ومن أنواعه. قال يأتي بعده المخصوص، ويدل هذا أن المخصوص لا يتقدم لا يتقدم، فإن لم يذكر بعد الفاعل فهو محذوف دل عليه ما قبله لأنه يتقدم. هذا مفهوم من كلام ابن مالك. قال ويذكر المخصوص بعده مبتدا، حال كونه مبتدا نحو نعم الرجل زيد، زيد مبتدا خصوص بمدح. الراجح أن الجملة قبله خبره، وقيل بل هو خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو. أنا أقول هو يذكر المخصوص بعده مبتدا وخبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفاك العلم ونعم المقتنى والمطر. إذا تقدم ما يشعر به يحذفه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب. أنا أقول وإن قد أقرأ. قال كبئس ساء، ساء أصلها سواء، أصلها سواء حولت إلى صيغة فعل فصارت قاصرة. ضم فعل كلها قاصرة في العربية، ضمت معناها بئس فصارت قاصرة وجامدة. فتقول ساء الرجل أبو جهل، ساء فعل ماضي بمعنى بئس مضم معنى بئس، والرجل فاعله، وأبو جهل مخصوص بالذم مبتدأ خبره ما قبله خبر لمبتدأ أحد وجوه. أنا قلت وجعل كبيس ساء. قال رحمه الله وجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسيلة مطلقا، إذا أردت تعجب من فعل ثلاثي جعل لا صيغة فاعلا، وعامله من معاملة نعمة إذا كان يشعر بالمدح، ومعاملة بئس إذا كان يشعر بالذم. تقول كذب الرجل مسيلمة، كذب فعل ماضي مضمما معنا بئس، والرجل فاعله، ومسيلمة مخصوص بالذم مرفوع مبتدا خبره الجملة وقبله أو خبر لمبتدا محذوف وجوبا. انتهينا. وكذا تقول كتب الرجل الكاتب المشهور المعروف ابن مقلة، كتب الرجل ابن مقلة، الرجل فاعل وابن مقلة مخصوص بالمدح. أنا قال واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسلة. قالوا استعملت العرب ثلاثة أفعال دون أن تحول إلى صيغة فاعلا وضمنوا معنا بئس ونعمة، وهي علم وجهل وسمع. تقول سمع الرجل أبو جهل، كان قوي السمع، وعلم وجهل حولوها إلى صيغة دون تغييرها. أنا أقول واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسلة مطلقة، ومثل نعمة حبلة، حبلة مثل نعمة، لكنها تشعر بأن المتحدث عنه قريب منك. إذا قلت نعمة الرجل زيد لا تشعر إلا بمدح، لكن إذا قلت حبلة زيد فأنت تمدحه وتشعر المستمع بأنه قريب منك. الفاعل ذا اختار هذا القول من بين ثلاثة أقوال. قال بعضهم حبلة، حب فعل مركب من حب الفعل ولا الاسم. قال وتقدم الفعل فلنعطيه الحكمة وتكون حبلة كلها فعلا، وزيد فاعل وليس مما نحن فيه. وقال بعضهم الاسم وأشرف فلنعطي الحكمة للاسم ولتكن حبة لها كلها اسما فهي في محل رفع مبتدا وزيد خبره وليس مما نحن فيه. هو جنح إلى رأي ثالث وهو أن حبة فعل ماضي ولا فاعل مبني في محل رفع وزيد مخصوص بالمدح عرفوه كما سبق. وإن تريد فقل لا حب لا، فقل لا حب لا أبو جهل، لا حب لا لا نافية وحب فعل ماضي ولا فاعل وأبو جهل مخصوص بالذم. قالت الشاعرة تهجو محبوبة غيلان قال ألا حب لا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حب لا هي على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي ولو كان باديا إلى آخره. أنا قولي وإن تريد من فقل لا حب أقرأ قال أولها المخصوصة. إذا قلت حب لا أولها المخصوصة أيا كان فتقول حب لا زيد وحب لا هند، تقول حب لا زيد لا تقول حب تي هند أو حب هذه هند، لا تغير فيه جعله بصيغة واحدة. ولا تقول حبلان الزيدان أو حبتان الهندان أو حب أولاء الزيدان، لا تقول شيء من هذا كله. هذا ما نقوله وأولي المخصوصة أيا كان مفردا مذلا مجموعا مؤنثا منكرا لا تعدل بلا لا تغيرهم فهو يضاهي المثل مثل المثل لا يغير عن مورده. تقول قال بعضهم وقد خطب امرأة في الصيف واعتذرت له أرسلت له بعد ذلك تريد لبن قال الصيف ضيعت اللبن. الصيف يقال لطلاب لم يجتهدوا الصيف ضيعت اللبن لا تقول ضيعتم ما لا يغير. أنا قوله لا تعدل بلا لا تعدل بلا فهو يضاهي المثل ربما يجر بالباء. تقول حب لا زيد سوف يذكر العلو وما سوى يرفع بحبة أو فيجر بالباء وما سوى هذا رفع بحبة. تقول حب زيد وإن شئت قلت حب بزيد حبة يرابوها حبة فعل ماضي والبحر في جر زائد وزيد الفاعل مرفوع بالضم المقدرة منع من اشتغل المحل في حالة حرف جر زائد وما سوى هذا رفع بحبة أو فيجر بالباء كما تريد ودون ضم ما ملحى كثر. إذا استعملت حبة مع غير ذا كثر ضم حائها. وبالوجهين روي قول الأخطل أنا أخو فجروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم يتسربلوا فقل تصبحون لا أبا لأبيكم وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا فصبوا عقارا في الإناء أعوذ بالله كأنها إذا لمحوها جلوة تتأكل وجاءوا ببيسانية خمر أعوذ بالله هي بعده نصاري هي بعد ما يعل بها الساقي ألذ وأسهل إلى أن قال عن الخبر فقل تقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا وحب بها مقتولة روي البيت بالوجهين. والشاهد أن حب السمج مع غير ذا فضمت حاوها بنقل حركة الباء إليها لأن أصلا حبب من قال حب نقل إلى حركة عين الفعل ومن قال حب أبقى دون النقل. الله